يا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الكوره مع سيد. الكل على اعصابه، مباراه منتخب مصر مع منتخب كوت ديفوار، القوه الهجوميه الكبيره اللي عند منتخب كوت ديفوار هنتعامل معاها ازاي، تشكيلنا المثالي ايه، ازاي نقدر نكسب المباراه قدام خصم صعب جدا. كل دي محاور هتكون موجوده معانا في حلقه النهارده، ولكن كالعاده بما انك شفتني فلازم اكون وش السعد عليك، لان عروضنا ومسابقاتنا مع بنك سعيد ما بتنتهيش. النهارده عرضنا هيكون عن بطاقات سعيد الاهلي الائتمانيه ومسبقه الدفع اللي بتدي لك 15% خصومات على بعض المحلات الرياضيه، كمان بطاقه سعيد الاهلي الائتمانيه بتدي لك 5% كاش باك على اشتراكاتك في الانديه الرياضيه، كمان بيدي لك 5% كاش باك على كل مشترياتك في كل المحلات الرياضيه سواء جوه مصر او بره مصر، وتقدر تقسط المشتريات دي من 3 شهور لغايه 60 شهر. كل اللي عليك انك تبع جملة الاهلي مع سعيد على 1166، واللي هيشترك دلوقتي في بطاقة سعيد الاهلي الائتمانية هيكسب شنطة مشجعي النادي الاهلي، لكن خد بالك ان العدد محدود فهيكون باسبقية الحجز. دي كانت عروضنا، وفي اخر الحلقة هيكون عندنا مسابقة التوقعات كما هو المعتاد، زي ما عروضنا ومسابقاتنا بتكون قوية حوارنا النهاردة هيكون قوي جدا جدا عن مباراة المنتخب المصري مع منتخب كوت ديفوار. فأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الكرة مع سيد. مصر وكوت ديفوار بيرجع لنا من تاني، احمد عز الدين، الحمد لله على السلامه يا باشا. الله يسلمك، راجع على حاجه جامده برضه. يعني انا سبتكم في مرحله المجموعات كده تاخدوا شويه اراء تكونوا وجهه نظر. كان عامل شغل جامد. طبعا طايف ولطايف وشغل طبعًا جامد. طبعا طيب خش موضوع على طول. طبعا يلا بينا. نص الملعب عندنا كيسي وعندنا سريداي وعندنا سنجاري، انا مسمع تقيل لكوت ديفوار. هنبدا بثلاثه بيدافعوا ولا محتاجين عبد الله السعيد ولا محتاجين ابتكار، محتاجين في نص الملعب ده كوت ديفوار؟ هو ده سؤال دايما بتبقى الاجابه عليه الناس بتروح لها بالتفضيلات بتاعتها، اللي هو انا عايز اللعيب اللي انا بحبه يعني. ماشي، بس هو في الحقيقه المفترض نسال السؤال الاول، هو احنا هنلعب ازاي واحنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نمسك كوره فيبقى نحط لعيبه الكوره، ولا احنا عايزين اللعيبه اللي عندها قوه دفاعيه كبيره؟ انا اعرف نمسك كوره، ده سؤال تاني لان الملعب سيء جدا، وبالتالي اعتقد ان انسب حاجه لا احنا ما نمسكش كوره، احنا مش عايزين نبقى حاطين اللعيبه المهاريه بس في الملعب، لان الملعب صعب قوي، وبالتالي الملعب هيساعد اكتر على الكرات الثانيه والكرات العاليه، وبالتالي هبقى محتاج اطوال ومحتاج لعيبه عندها قوه. ده لا يمنع ان انا احط لعيب واحد على الاقل عنده كوره، فممكن يكون وسط الملعب بتاعي في لعيب، لازم يكون في لعيب زي النني، ولازم يكون مع النني واحد عنده قوه زي السوليه. ما ينفعش الناس، في ناس عايزه تلعب بالنني وزيزو وعبد الله. ليه مش حمدي؟ عشان دي انا مش فاهمها، بقالي كام ماتش اشمعنى حمدي هو اللي بقى بره؟ علشان انت عندك رقم 6 و2 تمانيات. كويس. النني لما لعب 8 في الماتش بتاع السودان لم يقنع، وبالتالي ناحيه اليمين ناحيه محمد صلاح، وبالتالي لما لعب في اخر المباراه رقم 6 بقى كويس. فالنني دلوقتي انت مكانه بقى 6، فانت بقيت بتقارن بين النني وحمدي فتحي. النني 6 وحمدي 6. بالظبط. هو شايف النني احسن. هو شايف النني احسن. وبالتالي بقى السؤال هحط مين جنب النني؟ هحط عمرو السوليه بكل تاكيد. ولو عايز الماتش يبقى اقوى بدنيا وعندك نوع من انواع الافكار التكتيكيه المرونه التكتيكيه هروح لزيزو. لو عايز المباراه يكون فيها جيم منضبط فيما يخص الايقاع وواحد بيعرف يمشي الكوره وواحد يقدر يقف على الريتم شويه ويهديه هروح لعبد الله السعيد. طيب هل فكره بقى لو هم الثلاثه بيدافعوا، يعني النني والسوليه وحمدي، مع انه فتوح يرجع ويزيد وعمر كمال يزيد، هل كده مقبوله او شكل تاني من الاشكال؟ هو ده شكل هجومي. بس انا اعتقد ان احنا محتاجين لتفكير يكون فيه شويه ضبطه دفاعيه، بمعنى ان انا لو انا عملت زي ما انت بتقول كده، لعبت بحمدي فتحي والنني والسوليه، ده معناه ان انا متراجع قوي خلاص لورا. حلو، وطيرت الطرفين فقلبتها ليفربول صرف. ايوه، عشان اطير الطرفين بتوعي في الحاله اللي شبه كده، يبقى ده معناها ان انا هحتاج ان اشبه بان انا بلعب بثلاثه في خط الظهر. انما لو انا عايز بس هتزق لورا، لو مش عايز اتزق لورا يبقى لازم العب باللعيبه دول الثلاثه اللي انت قلتهم بضغط متقدم. خطر ان انا العب بضغط متقدم ليه؟ اولا احمد حجازي مع تقدمه في العمر ما بقاش عنده نفس السرعه فلازم احميه، محمد عبد المنعم خبراته اقل، عمر كمال عبد الواحد لعيب كويس قوي هجوميا، بس عمر كمال وينج متوظف، الوينج المتوظف دي بتبقى مشكلتها ايه يا محمودي؟ هو مش هيخش يقطع منك الكرة على طول، هو هيستنى دايما شويه
عشان ما يترقصش، لانه خايف يترقص لان الحته الدفاعيه عنده مش قويه، فهيسيبك تمشي بكوره، هيسيب الخصم يمشي بالكوره بتاعته. عشان كده انا لا افضل ان احنا نروح لخطه دفاعيه بحته. بس ده كده ممكن يقودنا لو عبد الله في الملعب زي ما انت عايز، وزيزو في الملعب زي ما انت عايز، ايمن اشرف هنا امان اكتر حتى لو فتوح جاهز، ولا فتوح لازم يبدا؟ لا فتوح يبدا، لان انا مش قلقان قوي برضو من كوتوفوار للشكل ده، او مش قلقان من فتوح قصدي على المستوى الدفاعي. لو فتوح جاهز يبتدي، لانه رئه هجوميه كبيره وفي نفس الوقت دفاعيا هو مقبول جدا. فكره زيزو ميزتها في ايه؟ يعني ليه انا بفضل زيزو في وسط الملعب؟ لان زيزو سهل ينقل لي الخطه من 4 3 3 ل 4 4 2 وتبقى الطريقه بتاعت هيكتور كوبر ماسكه نفسها بالظبط. فبالتالي هيكتور كوبر بقى باسل صلاح 4 4 صلاح وراس حربه بيخدم على محمد صلاح. فعشان كده انا حاسس ان زيزو هيبقى مفيد قوي تكتيكيا. عبد الله هيكون مفيد قوي في مسك الكوره، عمرو السوليه والنني لا غنى عنهما، فانت تختار بقى ما بين المباراه القويه بدنيا ولا مسك الكوره، او ممكن تبتدي بعبد الله وبعد كده تحول على زيزو. جرادل بيبي زاها محتاجين ايه اكتر من اللي عملناه في المباريات اللي فاتت؟ اسلحه كوتيفوار او اخطر حاجه عند كوتيفوار هالا راس الحربه، وهالا كمان لانه لعيب بينزل كتير قوي في وسط الملعب، فبالتالي بيحط دايما مشاكل للمدافعين، اروح وراه ولا لا، لازم اروح وراه واقطع الكوره، او لو مش هروح وراه لازم اسلمه لحد. الوينجات بتاعت كوتيفوار قويه قوي في الواحد على واحد، انا مطلوب مني ان انا ما اعيشهمش موقف الواحد على واحد كتير، عشان كده انا متحمس اكتر لفكره زيزو وعمر مرموش على الوينجين، عشان هيلعبوا جيم دفاعي شبه زيزو ومحمود حسن تريزيجيه لما كان في التوب ايام هيكتور كوبر، فبيمنعوا موقف الواحد على واحد كتير. طيب لو اتحطينا بقى في موقف واحد على واحد خلاص، واضطرينا نلعب الجيم اللي هو بتاع كارلوس كيروش 4 3 3 واتحطينا في موقف واحد على واحد، مهم جدا ان الاثنين قلبين الدفاع بتوعنا يكونوا دايما فاتحين الملعب وفي ظهر الفول باكس، عشان الموقف واحد على واحد يبقى اثنين على واحد. طيب لما هنعمل كده يبقى لازم لعيب وسط الدايره او لعيب الدايره اللي هو محمد النني يكون عنده برجل كويس وعنده رؤيه كويسه لانه يرجع ياخد مكان المساحات اللي فضيت. عشان ده يحصل لازم يعني، ده لو حصل بالتتابع اللي انا بقوله لك ده هتقلب ماتش نيجيريا، هنلاقي نفسنا 10 جوه منطقه الجزاء وبندافع، وده مش مطلوب. فعشان كده الدور بقى الاكبر من كل اللي انا قلتهم دول، المجموعه اللي قدام تبقى بتضغط عالي بشكل كويس، وانك تاخد فاولات زي تونس، يبقى عندك حد زي اللي مسكني عارف يوقف لك الكره شويه وهكذا يعني. بالظبط كده. حاجة تانية مهمة، لو تقدمنا 1-0 أو لو تأخرنا 1-0، ديني هنا هنعمل إيه وهنا هنعمل إيه في التغييرات؟ لو تقدمنا طبعًا أتمنى ذلك وتبقى حلوة زي ما قلت لك وقتها، لو أنا معايا لعيب زي زيزو على الدكة ساعتها هنزله علشان أنقل المباراة للطريقة بتاعة 4-2-3-1 أو 4-4-2، عشان هي دي أنسب دفاعيًا بس مش أكتر قدام 4-1-4-1 بتاعت كوتيفوار. ده لو عبد الله في الملعب؟ ده لو عبد الله كان في الملعب هنزل زيزو كويس. وبعد كده ممكن اسحب مصطفى محمد وتبقى الخطه مبنيه على محمد صلاح وعمر مرموش الاثنين فراوده، وانزل جه مصطفى محمد وانزل وينج او انزل بقى مش وينج وقتها، انزل حد اكتر عنده سمات دفاعيه على الدايره زي حمدي فتحي، وانقل اللعب يعني الوينج بتاعي ما يبقاش وينج صريح، ده يبقى واحد ارتكاز متوظف في الحته دي، بحيث ان بس ابقى بقفل مساحات الملعب وازود فتوح قدام شويه. لو اتاخرت بهدف، لو اتاخرت بهدف فانا اعتقد ان هتبقى المشكله الرئيسيه ان انت هتضطر تبقى متصربع ومتلهول، وهنا الازمه كلها في ان طب هتصرف ازاي. مره تانية زيزو يعني ممكن رمضان يكون مش في الحزب خالص، كنت لسه جاي لك. زيزو عنده قدره على انه يلعب كرات عرضيه كتير، فانا لما ببتزنق ببقى عايز اختصر الزمن، وفي ملعب وحش انسب حاجه تلعب عليها الكرات الطوليه والكرات العرضيه، ساعتها احمد سيد زيزو ممكن يكون اوبشن. طيب ناس كتير قوي عماله تدور على رمضان ورمضان ما بيلعبش ليه؟ انا اقول لك رمضان ما بيلعبش ليه؟ لان عمر مرموش هو الاكثر مرونه في المنتخب كله في النواحي الهجوميه بخلاف صلاح طبعا. بمعنى ايه؟ عايز وينج مرموش، عايز لعيب حريف مرموش، عايز لعيب صغير في السن بيجري كتير مرموش، عايز لعيب بيتحول لمهاجم يعني بيلعب 4 4 2 حتى لو لسه مش مطلع قماش. ما انا عشان هو بس من يعني رمضان صبحي يعرف يلعب مهاجم جنب صلاح؟ صعب. هو وينج وينج وينج،
رمضان صبحي ممكن يقف لي على الكوره ياخد فاولات يزود لي زمن الهجمه شويه. انا 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 معاك ان الناس كلها شايفه ان مرموش بيضيع الكوره كتير بالترقيص المبالغ فيه. الفكره بس ان ليه مرموش بيلعب؟ لانه الاكثر رشاقه وعنده حرفنه زي رمضان، وبالتالي هو الميزه بتاعته عن رمضان ان عنده مرونه تكتيكيه كمان، بيقدر يهاجم وعنده سن صغير لسه، وفي نفس الوقت عنده التزام دفاعي اكتر من رمضان. انما لو انا حسيت انه في الملعب مش جايب قماش وعمال يبص في الارض وعمال يخسر الكوره، ساعتها لازم انزل رمضان صبحي. واتمنى ما ينزلش تريزيجيه لانه مش فورمه، هو بعيد. صحيح. فده مش الوقت المناسب. انا هديله فورمه علشان ايه يعني، فاهم يعني؟ مش انسب حاجه. بعد شويه هسال عايز سؤال مهم جدا، هو السؤال الاخير اللي معانا النهارده. لو وصلنا لركلات الجزاء الترجيحيه، مين الخمسه اللي يشوطوا؟ فكر فيها لحد ما نرجع نجاوب عليه. لو وصلنا لضربات الجزاء الترجيحيه، مين يشوف؟ مين الاول ومين الاخير والثلاثه اللي في النص بعد كده؟ زيزو صلاح. مين الاول؟ صلاح. ماشي. والخامس زيزو. ماشي. لان انا يعني لازم اامن الاول. لازم امن الاول. وامن الاخر برضه. وامن طيب. الاخر بس, في النص. بس قصدي صلاح اعصابه اهدى من زيزو. الثانيه لا، الثلاثه اللي في النص دي بقى على حسب مين في الملعب وقتها، ومين عنده يعني مين هيطلب من المدرب يخش يشوط. يعني عبد الله موجود هيشوط. طبعا عبد الله لو موجود هيشوط. سوليا هتدي المرموش لو في الملعب؟ ادي مرموش عادي. مرموش وعبد الله. سوليا ممكن. مش هما دول فعليا؟ هما دول فعليا. حمدي لا، انني لا، الدفاع بلاش. فتوح، ايمن اشرف، عمر كمال. يبقى الخمسه دول صلاح وزيزو، وفي قلبهم عبد الله السعيد، سوليا، عمر مرموش. طبعا انت عارف ان اكيد مش كل دول هيبقوا في الملعب. دعوتك لمصر يا استاذ عز. يا مستر نورتنا وشرفتنا حبيبي. شكرا جزيلا ليك. دي كانت حلقة النهاردة من الكورة مع سايب. بفكركم دايما بمسابقة التوقعات. توقع نتيجة مباراة المنتخب المصري مع منتخب كوت ديفوار. بنتوقع فين؟ في صفحة سايب على فيسبوك. وأول خمسة هيتوقعوا بشكل صحيح في الكومنتات هيكسبوا تشيرتات خاصة للمنتخب المصري. ويفضل دايما اللعيب لعيب مع بنك سايب.